النهارده ان شاء الله احنا يوم جديد وجوله جديده. احنا هنا فين؟ احنا في الوكاله يوم الاحد، بس النهارده احنا عندي طبعا في مستشفى الجلايه. دي كده مستشفى الجلايه زي ما احنا شايفين، وده كده الكوبري. احنا كده بالظبط الفرشه دي عند علي تحت الكوبري وقدام مستشفى الجلايه. هنشوف بقى الحاجات والتشكيل الجميل اللي عنده. عنده شتوي جواكت ملهاش حل، بسم الله ما شاء الله. افرجكم على التشكيل، كل الاشكال اللي انتم تتخيلوها من الجواكت هتلاقوها ما شاء الله عندهم، والشتوي بجميع انواعه. هناخدها كده مع بعض. دي في تشكيلة كل دي جواكت، في حاجات كاتب عليها اسعار وحاجات من غير اسعار، اللي هي الجواكت اللي بتبقى دي من غير كم. حاجات جميلة اهي، بسم الله ما شاء الله. شوفوا لكم بقى الحاجات اللي عليها الاسعار، يعني كل التشكيل ده ب 150 جنيه. هتلاقوا الحاجات عليها حاجات جميلة جدا، بسم الله ما شاء الله. شايفين بسم الله ما شاء الله، اطفال وكبير وصغير زي ما انتوا عايزين. هنا عامل سعر كام؟ كاتب 175. اي حاجه من دي الجواكت دي ب 175. طبعا جواكت متضخمه اهي ما شاء الله وشكلها شيك. انت تفرزي بقى، في حريمي، في اولادي، في شبابي، في رجالي، الوانات ومعسات مختلفه. هنا برده ب 175. حلو الجاكيت ده، جميل جدا ما شاء الله ما شاء الله، حلو قوي. جميع الالوان هتلاقوها موجوده يا بنات ما شاء الله. نيجي حاجات زي بروفلات اهي، برده تشكيله اهي ما شاء الله، ومش كاتب عليها السعر طبعا. طب ما تشوفوا الحاجه اللي ما عليها السعر هو هيقول لكم اسعارها. هنا حاجه ب 75، كل التشكيل ده ب 75. برده شتوي، في نادرا ما هتلاقي حاجه شتوي دلوقتي، اكتره هيبقى شتوي. حاجات زي دي من هنا اهو 120 جنيه. شايفين التشكيل بسم الله ما شاء الله، حاجات جميلة جدا والوانات جميلة، خامات حلوة قوي. شايفين 75، وفي حاجات ب 120، حاجات ب 100، الأسعار مختلفة. من هنا حاجات ب 100 شيك، برضو حاجات شيكة ما شاء الله. انزلوا خدوا جولة ما شاء الله، الحاجات هتعجبكم. شايفين التشكيل بسم الله ما شاء الله، كل ده جنب لو تحت الكوبري وجنب السوق. بس حاجات ب 45 عند المستشفى الجلايه زي ما انا قايله لكم، وحاجات ب 45 جنيه. دي حاجات صيفي بقى، منى صيفي على شتوي 45. كل الاستندات دي ب 45، بناطيل جينز وقطيفه 75 اهي، شايفين ما شاء الله. بنطلون ب 75 جنيه، يا بلاش يا بلاش. في جواكت من دي ب 250، بجيبها عشان الاستيراد باين، دي 250 جنيه، ده التشكيل بتاعه. معلش هو زحمة بقى ودوشة العربيات بقى والدنيا ايه، ده لسه الصبح يا بنات، الساعة 8 الصبح دلوقتي. شايفين التشكيل هنا اهو برضه 250 جنيه. زي ما قلتلكم شايفين الممر كل ده بسم الله ما شاء الله تبعهم. هنا برضه ب 175. في حاجات أسعار متفاوتة زي ما أنا بقول لكم. هو رصيت لكم كل حاجة مع بعض، يعني كل الجواكت دي اللي هي الفترة مع سيد برضو ألوانات ما شاء الله. من هنا حاجات ب 75، تشكيلة برضو جميلة ب 75. شايفين الحد الواحد ده، شايفين التشكيلة دي ب 75 جنيه. انت بقى بتفرزي، في ناس ما شاء الله ناس حتى تطلع حاجات حلوة من هنا 45 برضو. هنا التشكيل ده كله ب 45. زي ما بتشوفي بقى الألوانات، الموديل اللي انت حباه. شايفين ما شاء الله جميل جدا، حلو ده، شكله حلو قوي ما شاء الله. 45 جنيه ما شاء الله، الاسعار جميله جدا بسم الله ما شاء الله. شايفين كل التشكيله دي كلها ما شاء الله تبع بعض. حاجات ب 50 جنيه مثلا صغنن، حاجات اطفال جميله ورقيقه اهي ما شاء الله. طب والله نفس الاطفال شيك يا بنات عندهم ما شاء الله، مقاسات مختلفة زي ما احنا قايلين اهي ما شاء الله. حاجات اطفال هنا، حاجات هنا عاملة 50 جنيه. هما فارزين كل حاجة لوحدها بسعر معين، بالنسبة لهم مش عندهم اتصال، يعني هو السعر اللي بيبقى موجود مكتوب هو اللي تشتري بيه. الا بقى لو اشتريتي كمية ممكن يعمل لك خصم في الاخر او حاجة، دي الله اعلم يعني. من هنا الجواكت ب 350، حاجات صوف بقى بس الخامة بتاعتها يعني ما شاء الله. الجواكت اللي هي على جوخ وصوف يا بنات، الجاكيت ب 75 ما شاء الله. شايفين الألوانات كل دي بسم الله ما شاء الله، الألوانات بتاعتها
كل الالوانات هتلاقوها موجوده. بسم الله ما شاء الله، التشكيله كبيره وجميله. من هنا برده 350 اهي الجاكيت اهو، ده مشجوخ ما شاء الله، الوانات كتير قوي. التشكيل فيه بقى قصير وفيه طويل زي ما انتم حابين، كل واحد بناء الموديل اللي هو ينزله. الله عسل، ده شكله قصته جميله، ده كل الالوانات ما شاء الله موجوده. والاسعار زي ما انتم بتشوفوا، هو الصف كل اللي على بره ده 350 بس، الجاكيت بتاعته قيمه بسم الله ما شاء الله. في حاجات من هنا بكام دي؟ 25 25. تشكيلتها برده حلوه، لبس حلو برده ما شاء الله. تنقي بقى انت، تنقي اللي انت ايه عايزاه. في حاجات بنص وحاجات بكم، في حاجه زي دي بنص اهي، حاطط بنص الكم ب 25، ده تشكيله مع بعضه. حاجات ب 50 زي ما احنا شايفين، كل التشكيله اللي انا وريتهولكم ده كله في مكان واحد اللي هو تحت الكوبري زي ما احنا شايفين. ادي الكوبري اهو، ودي مستشفى الجلال. الله يبارك لك. احنا هنا اسمي كريم ايه؟ ادم. ماشي، رقم الموبايل يا ادم عشان لو حد تاخد الطريق ولا كده يوصل له. الله يبارك لك. عمل لي انا فيه 0135 12 495. مرة ثانية وبالراحة شوية عادي، 0135 12 495. الله يبارك لك. احنا هنا تحت الكوبري وجنب مستشفى الجلال. الطريق سهل بالنسبة لكم، اوعى تكونوا تبع الحي والمباحث. خليكم عايزين تبع الضرايب يا جماعة، خلي بالكم بقى. شايفين التشكيل؟ تشكيل اهو يا بنات زي ما احنا شايفين. انا قلت لكم مرة ثانية اهو، واللي ده بسم الله ما شاء الله تبع ادهم وعلي. هو مالكوا رقم التليفون وانا هثبته لكم في جزء في اول تعليق. شايفين الجواكت عندهم حاجه ب 150 175 ب 350. شايفين بسم الله ما شاء الله المكان زي ما احنا شايفين عامل ازاي. كل المكان ده والممر ده تبعهم ما شاء الله. في حاجات ب 250. ايه تعالوا يا بنات كده واتفرجوا وشوفوا بقى اللي يناسبكم، كل حاجه هتلاقوها موجوده زي ما احنا شايفين اهو. تشكيلة جواكت اهي بسم الله ما شاء الله. كل المكان ده تبع علي وتبع ادهم. انا سايبالكوا رقم التليفون، وده بقى التشكيلة عندهم اهو بسم الله ما شاء الله. انا بوريكوا كل الممر ده تبعهم. زي ما احنا شايفين اهو، شايفين ما شاء الله كل ده. ايه تشكيلة اطفال كل ده، شايفين ما شاء الله. تعالوا بقى وده اللي انتوا عايزينه. دي فرشه تاني بس تقريبا تبع حد غيرهم او تبعهم مش عارفه. تبعكم برضه يا علي دي؟ تمام، ده برضه تبعهم ما شاء الله. شايفين حاجات ب 85 جنيه كل تشكيلات الجينز دي ب 85 بسم الله ما شاء الله. وعارضين اهو كل الحاجات دي بسم الله ما شاء الله. بقى ايه انتوا اسعارها ما مش كاتب عليها سعر، لما بتيجي تختاري القطعه هو بيقول لك سعرها ايه. ايه اللي على السعر؟ ب 85. واللي على الستاند ده ب 85. والحاجات دي برده 85؟ 85 اللي فوق ده؟ اه. واللي فوق ده برده 85 يا بنات. ايه اسم تشيكات بقى وجينز زي ما انتوا عايزين اهو، حاجات جميلة ما شاء الله. حلو الجواكت دي، حاجات الأطفال دايماً بتبقى جميلة. بسم الله ما شاء الله. خامته جميلة جداً بتبص. بسم الله ما شاء الله. تمام الدوشة؟ بسم الله ما شاء الله، الحاجات جميلة جدا. شايفين؟ فساتين اهي، فساتين سواري اهي يا اطفال. حلو السواري ده 85 بس يا بنات. حاجات من فوق تشكيلة اهي، انتوا تعالوا بقى اتفرجوا براحتكم. مش حابة الفيديو يطول عليكم اكتر من كده. المكان زي ما احنا قلنا تحت الكوبري جنب يعني يعتبر مستشفى الجلال اهي، او مستشفى فاروق. الناس اللي يعرفوها مستشفى فاروق ده تحت ده السور بتاعهم، هم في السور بتاعهم في اللفه بتاعت السور. هثبت لكم رقم التليفون. احنا هنا عند ادهم وعلي، وهما ناس محترمه جدا ما شاء الله. تعالوا والحاجات هتعجبكم باذن الله. شوفوا على فيديو جديد، فيديو جديد. بصوا يا بنات بقى لايكات وشيروا وادعمونا بقى القناه، بقى لي فتره ما نزلتش، فحاولوا ان تشجعوني كده وتعملوا لايكات ومشاركات كتير للفيديو. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.